يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يدعو الإنسان على أخيه المسلم في الطريق استدلالا بحديث؟ هل يصح أن يدعو الإنسان على أخيه المسلم في الطريق؟ في الطريق، في الطريق، نعم، كيف الطريق؟ استدلالا بحديث من آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. نعم، إذا آذاهم في طرقهم وسدها عليهم أو لوثها عليهم فهو مستحق للدعاء عليه، لأنه ظالم، لأنه ظالم، هو الذي سبب على نفسه دعوة المسلمين. نعم.